وينضم إلينا من بنغازي مراسل الغد عبد العزيز الفاخري. عبد العزيز، مؤتمر صحفي للمفوضية أجل من يوم أمس، كان هناك الكثير من النقاط اللي أوضحها السايح في هذا المؤتمر، هل من ردود فعل لغاية الآن من قبل من ترشح أو من قبل الناخب نفسه؟ عبد العزيز، لنبدأ بداية داليا على أهم ما ورد على لسان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، بداية عندما تحدث على أن القوائم الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية ستنشر يوم الغد أو بعد الغد كأقصى تقدير، بعد ذلك تبدأ المهلة المقدرة ب 12 يوما أي فترة الطعون قبل الذهاب بعد ذلك لنشر القوائم النهائية، ربما نتحدث عن 12 يوم، هذه ال 12 يوم مقسمة إلى أربعة مراحل، تاريخ السادس من أكتوبر أو السادس من ديسمبر القادم هو الموعد المحدد لنشر القوائم النهائية لكل من تطابقت فيه البيانات الإجراءات نصوصا مع القانون المقدم من قبل مجلس النواب، وكذلك على ما أكدت عليه المفوضية العليا للانتخابات، وستكون هذه الأسماء أمام الناخبين لاختيار رئيس لبلادهم. أيضا الآن الحديث مرة أخرى على المترشحين للانتخابات الرئاسية، نتحدث عن 98 مترشحا الآن للانتخابات الرئاسية، اثنين من هؤلاء المترشحين هم من النساء لانتخابات 24 من ديسمبر، أيضا نتحدث عن انتخابات مجلس النواب فاق العدد 1700 مترشح ومترشحة للمقاعد النيابية للانتخابات البرلمان القادم. أيضا إذا ما تحدثنا الآن على تنويه عماد السايح، للبعض الآن يتحدث على وسائل الإعلام أن ثمة عمليات تزوير على مستوى بطاقات الناخبين، أكد على أن كل من لديه دليل قاطع على وجود أي تزوير في بطاقات الناخبين عليه التوجه فورا للقضاء ليتم الحسم في هذه النقطة. أيضا كان هناك سؤال من أحد الصحفيين لعماد السايح حول المذكرة المقدمة من المدعي العام العسكري بشأن تحديدا سيف الإسلام معمر القذافي، وكذلك المترشح للرئاسي الآخر وهو خليفة حفتر، ذكر أن هذا الأمر وصل بالفعل للمفوضية العليا للانتخابات ولم يتم حتى الآن النظر فيه، لكن على أن يقدم القضاء الكلمة الفصل، وأن المفوضية العليا للانتخابات لا تعنى بسن التشريعات، كل ما يرد إليها من القضاء أو مجلس النواب يتم تطبيقه. وكذلك سؤال آخر كان غاية في الأهمية، كان يتم الحديث عن هنا ماذا عن الجاليات الليبية في الخارج الذين يريدون التصويت، ذكر السايح على أن سيتم التصويت عبر البريد الإلكتروني لدى المفوضية العليا للانتخابات، وقامت المفوضية بالتنسيق مع إحدى شركات الاتصال بذلك، يستثنى من ذلك فقط الجاليات الليبية في ثلاث بلدان: الجمهورية العربية المصرية، تونس، أيضا تركيا. سيكون التصويت مباشرة من قبل الناخبين، وسيتم تحديد مراكز الاقتراع لكل الناخبين للتصويت في هذه البلدان في مراكز الاقتراع. طيب، التي ستحددها المفوضية خلال الأيام القادمة. عبد العزيز، إذا الكرة الآن في ملعب القضاء الليبي، يعول عليه كثيرا لاستيفاء الأوراق والطعون وغير ذلك، لكن على الأقل قبل الإعلان عن القوائم النهائية أصبح واضح الآن أي عدد المرشحين في الغرب الليبي وكم عدد من ترشح في الشرق الليبي، لو هناك أعداد أولية معروفة. عبد العزيز، وما الذي يقال عن تفتت الأصوات هنا؟ العدد كبير، نحن أمام حوالي 100 ناخب لمن يترشح للرئاسة، 100 مرشح. نعم، على مستوى الدائرة الانتخابية طرابلس ما يقرب عن 73 مترشح، اثنين من النساء. بنغازي نتحدث عن 13 مترشح، بينما مدينة سبها ربما 9 مترشحين للانتخابات الرئاسية. أيضا ما تحدثنا عن انتخابات مجلس النواب أكثر من 1700، حوالي 1766 مترشح ومترشحة. أضاف عماد السايح على هذا الرقم على أن المفوضية العليا للانتخابات هي تتوقع أن يصل المترشحين لانتخابات مجلس النواب أكثر من 4000 مترشح ومترشحة. أيضا كان هناك حديث على مسألة الآن تأمين العملية الانتخابية، قال بأن المفوضية تنسق مع وزارة الداخلية بشأن تأمين العملية الانتخابية، وكذلك تنسيق مع عدد من الجهات والمؤسسات الأخرى من وزارة الصحة والتعليم وكذلك وزارة المجتمع المدني حتى تضمن سلاسة عملية إجراء الانتخابات في الموعد المحدد. أيضا عندما ذكر عماد السايح المادة 12، هذه المادة التي كانت مثار جدل طيلة الساعات الماضية بعد خاصة تقدم رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، أضاف أن هذا الأمر الآن متروك لدى القضاء. أيضا ذكر أن مجلس النواب
النواب حتى هذه اللحظة لم تصل هناك أو لم ترد تعديلات من قبل مجلس النواب حول القوانين التي سنها مجلس النواب وقام بحالتها لدى المفوضية العليا للانتخابات. وكذلك أشار ربما ضمنيا هنا أراد أن يشير عماد السايح على أن المفوضية جاهزة لإجراء أي تعديلات، عندما ذكر أن المفوضية ما يصلها من مجلس النواب ستعمل به مباشرة. ذلك يعني أن هناك ربما إمكانية لإجراء التعديلات في حال أن قرر مجلس النواب أن يجري أي تعديلات، وذلك حتى يتم إرضاء بعض الأطراف التي علقت طيلة الأيام الماضية على رفضها للعملية الانتخابية، والتي وصفهم صراحة عماد السايح اليوم على أنها جهة هي حاقدة تسعى لعرقلة العملية الانتخابية. إذا ما تحدثنا على هذا المؤتمر الذي كان منتظرا ومرتقبا طيلة اليومين الماضيين، الحديث عن هذا المؤتمر لعماد السايح ذكر كل مستجدات العملية الانتخابية منذ انطلاقتها حتى الانتهاء من تسجيل المترشحين. الآن الحديث عن 12 يوما هي فترة تقدم فيها الطعون، يوم الغد أو بعد الغد بكل تأكيد هو تاريخ حاسم لمن اجتاز المرحلة الأولى من المترشحين للرئاسة بعد مرورهم على مكتب النائب العام، مصلحة الأحوال المدنية كذلك، وأيضا الجهات الأمنية المختصة منها جهاز المباحث الجنائية ليكونوا ضمن الآن القائمة الأولية والتي ستحال للجان ولجان الاستئناف قبل التاريخ 6 ديسمبر القادم. شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات مراسلنا من بنغازي عبد العزيز الفخري.